مع قدوم شهر رمضان المبارك تعود بنا محطات الإذاعة والتلفزيون إلى زمن الجميل، الزمن الذي تغنى به كبار المطربين بحلول الشهر الفضيل، والتي أصبحت هذه الأغاني علامة من علامات أجمل شهر في السنة، وهو شهر رمضان، شهر الرحمة والتواصل والبر. لكن هل تعلم أن بعض أغاني رمضان يصل بعضها لأكثر من 85 عاما، وما زالت هي الأغاني الأعظم والأبقى والأكثر خلودا وتذكيرا بشهر رمضان الكريم؟ على سبيل المثال أغنية وحوي وحوي، وهي غناء أحمد عبد القادر. جد بجمالك سقف يا عيال، سقف يا عيال. ثم أغنية مرحب شهر الصوم، وهي للفنان عبد العزيز محمود. بعد انتظارنا وشوقنا ايديك جيت يا رمضان. كذلك رمضان جانا للفنان محمد عبد المطلب، والتي تعود لمدة تزيد على 50 عاما ايضا، وغيرها من الاغاني التي مر عليها سنون وما زالت علامة لاستقبال الشهر الفضيل، مثل حلو يا حلو للمطربة صباح، وهاتوا الفوانيس للمطرب والملحن محمد فوزي، وسبحة رمضان، وأهو جه يا أولاد، والتي تغنى بها الثلاثي المرح، وغيرها من الأغاني المحببة لدى الشعب المصري. العديد من النجوم شاركوا الشعب المصري احتفالهم بقدوم شهر رمضان، بعضها أغاني ثنائية كأغاني فؤاد المهندس وشويكار، وصباح وفؤاد المهندس، وكلها عبرت عن الابتهاج بالشهر الفضيل، وهي أغاني تغنى بها أشهر الفنانين المعروفين بشهر رمضان، محتفلين برؤية هلال شهر الفضيل وبهجة الأيام المباركة التي يأتي إذاعتها إعلانا لثبوت رؤية هلال شهر رمضان الكريم. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لآخر فقراتنا الحوارية في هذا الصباح، وزي ما استمعنا في التقرير السابق هذه الأغاني ستظل محفورة في وجدان وعقول المصريين. في الحقيقة لا يخلو شهر رمضان من غير هذه الأغاني اللي احنا بنسمعها في كل الشوارع تقريبا، ويعني تقليد وعادة دائما ما نسمع هذه الأغاني بالطبع، يعني هي أغاني لكل منها قصة وحكاية هنتعرف عليها مع ضيفي الكريم في هذه الفقرة، الأستاذ عرفة محمود، كاتب الصحفي بمجلة الإذاعة والتلفزيون وصاحب سلسلة مقالات عن أغاني رمضان. برحب بحضرتك أستاذ عرفة. صباح الخير وأهلا بيك، ورمضان كريم عليك وعلى الشهادة أستاذ المشاهدين بالكامل. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك. يعني الأغاني بقى هنتكلم عن الأغاني. طبعا. كنا بنتكلم إن كل أغنية لها قصة وحكاية. أكيد. صح كده. أكيد. فإحنا عايزين بقى إيه يعني كل أغنية كده إيه حكايتها وإيه تفاصيلها؟ والله إحنا لو هنتكلم عن أغاني رمضان تحديدا يعني لازم نبدأ من البداية ومن الأغاني القديمة اللي احنا حفظناها وتربينا عليها، يعني من ضمنها أغنية وحوي يا وحوي. تمام. المطرب الكبير أحمد عبد القادر، واللي ما يعرفوش كتير من الناس عن أحمد عبد القادر إنه هو يعني من أوائل المطربين اللي اشتغلوا في الإذاعة المصرية، وقدم حوالي 2000 لحن للإذاعة المصرية، كانت أغلبهم يعني أغاني فيها الطابع الديني. تمام. لكن مع ذلك هو تعاون مع عدد كبير من المؤلفين ومن الملحنين، يعني مثلا الشيخ زكريا أحمد، الأصابجي، رياض الصنباطي، هو من اكتشف هدى سلطان وقدمها للإذاعة، فكانت من ضمن الأغاني اللي كانت سبب في شهرته أغنية يا وحوي يا وحوي، واللي دي قدمها سنة 1937 تقريبا. تمام. والأغنية دي طبعا يعني من أهم الأغاني اللي بقت زي نقول مرجع للمصريين كلهم، لازم نشوفها مع هلال رمضان. تمام. كلمات الأغنية نفسها في كتير من الأقاويل حواليها بتقول إن هي فولكلورية قديمة ترجع إلى أيام الهكسوس. تمام. بتقول كمان الحدوتة حوالين كلمات وحوي وحوي إني أم أحمس كانت بتتعرض كانت ملكة في الوقت ده على مصر، وكانت بتتعرض لهجوم من الهكسوس. تمام. فعملت جيش وكان على رأسه
زوجها وابنها أحمس، وتمكنوا من الفوز عن الهكسوس، فخرجت يعني المصريين لاستقبالهم وهم بيغنوا لهم وحوي يا وحوي، يعني معناها يعني أبشروا وأهلا بيكم. تمام، فهي ال- 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 الكلمات نفسها كلمات إغريقية وكلمات قديمة برضو من الحضارة الفرعونية. تمام، فطبعا كانت اختيار موفق جدا من المطرب أحمد عبد القادر أنه هو يقدم هو كان طبعا قدم مجموعة كبيرة من الأغاني الدينية والاحتفائية بشهر رمضان. تمام، ولكن الأغنية دي تحديدا هي اللي عملت صدى وعملت اسم كبير ليه ولسه موجود لحد دلوقتي. يعني لك أن تتخيل أن هذه الأغنية كلام من 37 دلوقتي، يعني تاريخ كبير. لك أن تتخيل أن حضرتك لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي نسبة الفيو بتاعها معدي 25 مليون مشاهدة. تمام، ربما يرجع كمان ذلك السبب للحن الموسيقار الكبير محمود الشريف. تمام، وانا اعتقد ان يعني هذا الموسيقار يعني قدم درر من الاغاني لمصر بشكل عام. ده هيخليني برضو اربط بين اغنية وحوي يا وحوي واغنية رمضان جانا للمطرب الكبير محمد عبد المطلب، لان هما الاثنين في النهايه اللي عمل لهم اللحن هو الموسيقار الكبير محمود الشريف. فرمضان جانا ما كانش من في البدايه هيغنيها محمد عبد المطلب، يعني بعد النجاح اللي عمله وحوي يا وحوي مع احمد عبد القادر، محمود الشريف راح لاحمد عبد القادر تاني قال له ايه رايك تعالى نعمل اغنيه تانية لرمضان. تمام، فقال له بس انا لسه عامل وحوي يا وحوي ومكسره الدنيا، وبصراحه انا اخاف ان انا اعمل أغنية تانية لرمضان فما تحققش نفس النجاح اللي عملته وحوي يا وحوي. فما كان من محمود الشريف إلا إنه هو دور على حد تاني يغني الأغنية، وكان مقصده طبعا محمد عبد المطلب. الجميل في الحكاية إن محمد عبد المطلب لما تعرض عليه الأغنية ما كانش موافق، لكن هو وافق لأنه هو كان عايز 6 جنيه، وكان أجرت المطرب في الإذاعة وقتها 6 جنيه. تمام، فوافق على الأغنية من غير أصلا ما يعني مقابل المال بقى، مقابل يعني المال. تمام، لأن كانت في الفترة دي كان في حرب عالمية، وكانت أغلب مصادر الرزق للمطربين اللي هي الكازينوهات وكده كانت مقفولة، فكان المصدر الأساسي ليهم أجرهم من الإذاعة. الأغنية رمضان جانا دي اتكلفت 20 جنيه، خد منهم 5 جنيه محمود الشريف و6 جنيه عبد المطلب، وباقي الفلوس خدتهم الفرقه الموسيقيه. تمام، فلك انت تتخيل ان هذه الاغنيه يعني يعني تاريخ يعني معلومات يمكن ما حدش يعرفها كتير، يعني تفاصيل صراحه يعني يعني جميله في الحقيقه، لكن يعني برضو ده بيبين يعني مدى النجاح اللي حققته هذه الاغاني واستمرارها على الرغم احنا بنتكلم سنوات طويله وتغيرات كتيره، وشفناها تغيرات زمان وتغيرات مكان وحاجات تطورات احنا شفناها، لكن يمكن احنا مرتبطين بهذه الاغاني حتى الان في الشارع المصري، وعلى طول دايما قبل رمضان واثناء رمضان دايما وانت ماشي في الشارع اكثر المناطق الشعبيه مشغلين هذه الاغاني في المحلات وغير ذلك من الامور. يعني ليه احنا محافظين على هذا التراث حتى الان، او لماذا بقيت هذه الاغاني؟ والله يمكن السبب في ان اللي خلى الاغاني دي تبقى لحتى الان هي نوعيه الاغاني نفسها والمطربين وفريق العمل القائم عليها، كان في صدق ومصداقيه عندهم كبيره جدا. يمكن سالوا محمد عبد المطلب قالوا له انت ليه لسه محافظ على وجودك لحد دلوقتي، وليه اغانيك مستمرة. فكانت إجابته قال لهم إن أنا ما بقلتش حد. تمام، وباخد اللحن من الملحن أيا كان، سواء بليغ الأصابجي أيا كان أي الاسم، باخده وبعدين بغنيه بطريقتي أنا. تمام، فما بخليش حد يفرض شروطه عليا. تمام، يعني لو لاحظت إن الفترة اللي فاتت في مطربين كتير حاولت تقدم وتعيد تقديم الاغاني دي باصواتها بس طبعا، تمام، لكن الاغاني ما حققتش النجاح. خلي بالك ان البساطه عامل مهم جدا في الحكايه، وبيوصل للناس اسرع طبعا. اسرع. تمام، يعني محمد عبد المطلب لما جه صور الاغنيه صورها بالجلابيه.
تمام، وراء اتنين كورال، وهنا في استوديو 45 في الإذاعة، ومع ذلك تبقى هذه الصورة في أذهاننا كلنا، وإن هي الصورة الأفضل والأقرب لنا لما نيجي نسمع الأغنية. تمام. طيب قبل ما نروح لمجموعه من الاغاني، طب بعد قصه الستة جنيه بقى والنجاح الحقيقي محمد عبد المطلب في اغنيه رمضان جانا بقى، كان ايه يعني انطباعه لو في معلومات متوفره عن الموضوع ده بقى؟ طبعا لما حقق النجاح الكبير ده بقى كانت قصه فلوس وتحولت لموضوع اخر بعد لا كده. ده هو الموضوع تحول لنسب بعد كده بينه وبين محمود الشريف، فاتجوز اخت مرات محمود الشريف وقدموا مع بعض توليفه من حوالي اكتر من 15 اغنيه. تمام. طبعا كان فيها تنوع مش ديني بس، ولكن حصل بينهم تناغم وحصل وكونوا زي مجموعة مع بعض كده، مطرب وملحن، وقدموا مجموعة كبيرة جدا من الألحان، يعني بصراحة كانت علامات كبيرة. طيب. من علامات الموسيقى. خلينا نشوف بقى أستاذ عرفة مجموعة أو تشكيلة كده من أغاني رمضان ونرجع لحضرتك تاني نكمل الحوار. اتفضل. وحوي وحوي رحت يا شعبان، وحوينا الدار جيت يا رمضان، وحوي وحوي راحوا يا بناتي يلو هيزو، رمضان منور فوانيسو، افرحوا يا بناتي يلو هيزو، رمضان منور فوانيسو، يا حلاوة الدين الله والقمر الدين وكياس النقل وقرطيسو، افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات، هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس، حنزف تعريس يا ولاد حنزف تعريس، هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس، حنزف تعريس يا ولاد حنزف تعريس، حيكون فرح وثلاثين ليلة حنغني ونعمله الليلة، حيكون فرح وثلاثين ليلة حنغني ونعمله الليلة، وحنشبع من حلوياته بالفعل. تظل هذه الأغاني تراث من فن الزمن الجميل في الحقيقة. هنكمل أيضا حواراتنا حول هذه أغاني رمضان وهذا التراث الجميل في الحقيقة، ولكل أغنية زي ما احنا بنقول لها قصة ولها حكاية. برضو هنرجع للأستاذ عرفة ونتكلم عن أغنية أخرى لمحمد رشدي، طبعا كان لها قصة وحكاية برضو نتعرف بيها أو من خلال حضرتك عليها كده. احنا بس قبل ما ندخل على أغنية محمد رشدي عايز برضو أتكلم، تحضرني برضو بعض الأشياء عن أغنية محمد عبد المطلب. تمام. رمضان جانا، احنا قلنا ان بعد ما تلحنت الأغنية، طبعا هي أغنية كانت معمولة للإذاعة. تمام. مع بداية الستينات والتلفزيون المصري كانت فيه خريطة اتعملت لتقديم مجموعة من الأغاني بشكل الفيديو كليب. تمام. فطبعا جه عبد المطلب وصور بالجلابية زي ما قلت لحضرتك. تمام. في الاستوديو وظهرت، لكن كانت التصوير ده تصوير للإذاعة. تمام. بعد فترة مع التطور اللي حصل كان في خطة لإعادة تصوير بعض الأغاني. تمام.
فما كان من الأستاذ يسر غرابة المخرج أنه هو اتقدم بطلب للأستاذة همة مصطفى وقتها لأن يعيد تصوير الأغنية تمام، وطلب منها بشكل مباشر 3 أيام كاميرا في الشارع لرأس طقوس المصريين في شهر رمضان، الفوانيس والكنافة وكل مظاهر احتفال رمضان، وقال لها يعني رمضان من غير رمضان جانا الناس مش هتحس بيه، واحنا دلوقتي في مرحلة تغيير ومرحلة صورة. فقالت له انا موافقة بالفعل، موافقة فورا، انزل اعمل اللي انت عايزه تمام. فبعد كده صور 3 أيام وراح في المونتاج الرقابة على الأغنية. طبعا الأغنية كانت 5 مذاهب فشالت منها مذهبين تمام. المذهب الأولاني خاص بفكرة الأناديل والنور وكده، خاصة أن مصر كان دخلها زمن الكهرباء خلاص ودخلت الكهرباء. الأغنية كانت قبل كده متصورة قبل كده وكان فيها فكرة الاعتماد على الأناديل وكده، فشالت المذهب ده تمام، وشالت مذهب تاني لدواعي إنتاجية. فظهرت الأغنية اللي احنا بنشوفها حاليا في بالصورة الحالية دلوقتي، بالصورة الحالية 3 مذاهب بس على صوت محمد عبد المطلب تمام. طيب احنا بقى عايزين نروح للأغنية تانية عشان تقريبا بقينا دقيقة دقيقة ونص بالكتير. محمد رشدي طبعا ليه أغنية مهمة جدا عن رمضان اللي هي بركة رمضان تمام. دي من تأليف محمد الشرقاوي، وده شاعر يعني ريفي، ومن ألحان الموسيقار الكبير حسين فوزي اللي هو يعني صاحب ملاحم كتير في المنطقة دي، وعمل لعلي الحجار صلينا الفجر فين تمام. يعني لما بدأت الحكاية بدأت من عند محمد فوزي. محمد فوزي صديق لمحمد رشدي وقدم له أكتر من 15 لحن، فقال له إيه رأيك عايزين نعمل حاجة لرمضان. قال له خلاص ما فيش مشكلة، شوف الحاجة المناسبة ونعملها. يعني لو عايز استرسل او نختصر نختصر عشان انا تقريبا صور الاغنية يعني سجلوا الاغنية، وفي مرحلة المكساج الاستاذ الملحن حسين فوزي وهو بيعمل المكساج بتاع الأغنية كان في حجز بعده فاكتشفوا ان الضيف او المطرب اللي هو جاي يعمل مكساج للأغنية بتاعته موجود وكل الناس بتقف له وهو مش عارف مين. فجأة قالوا الأستاذ وصل، فبص لقى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب فعرفوه قالوا له ده حسين فوزي الملحن. قال له انت بتاع علي الحجار اللي هو قلب الدنيا؟ قال له ايوه يا فندم. قال له طب وبتعمل ايه؟ قال له والله احنا بنعمل مكساج لاغنيه جديده. قال له طب خلاص انا هعتذر واخرج بره. قال له لا، اذا حضر الماء بطل التيمم، اتفضل يا استاذ. فقعد محمد فوزي وسمع محمد عبد الوهاب اسف وسمع المكساج وتولى هو اداره الاستوديو مع الموسيقيين ومع الفنيين، وهو اللي عمل المكساج الاغنيه للاغنيه. يعني الموضوع هيجي بقى حلقات علشان نسرد ده، واضح ان الموضوع كان له يعني تفاصيل كثيره في القصص بتاع الاغاني دي. على اي حال انا بشكرك الاستاذ عرفه محمود الكاتب الصحفي بمجله الاذاعه والتلفزيون وايضا صاحب سلسله مقالات عن اغاني رمضان. شكرا جزيلا ورمضان كريم عليكم كلكم. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهايه هذه الفقره وفقرات هذا الصباح. يتجدد اللقاء، موضوعات جديده ومتجدده. دمتم في رعايه الله وامن، والى اللقاء.